مع الحدث. أهلا بكم مستمعينا، و توجه جديد في المجالات التخصصية. تدشين مجلة عالم الهجن هي أول مجلة عمانية متخصصة في تراث وثقافة الهجن. هذا التدشين سيتم اليوم. ينضم لنا في هذه الدقائق رئيس تحرير مجلة عالم الهجن الأستاذ إبراهيم بن سليم الجنيبي. تحية لك أستاذ إبراهيم، صباحاتك خير. صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي سهى، اهلا وسهلا يا مرحبا. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. نبارك لكم طبعا التدشين مقدما الذي سيتم اليوم باذن الله تعالى. الله يبارك فيك. في البدايه اسمحي لي اختها اشكر اذاعه الشباب على متابعتها الدائمه وعلى وطاع المستمعين دائما حول اي حدث جديد في السلطنه. الله يسلمك. نحن اليوم معانا حدث كبير ويخص يعني اصحاب الهجن، جهد كبير فترة يعني ماضي، نتمنى إن شاء الله أنه يكون جهد مثمر وإن شاء الله يكون ينال على إعجاب الجميع. طيب خلينا ننطلق، يعني عالم الهجن هذه المجلة المتخصصة في طبعا كل ما يتعلق بالهجن من تراث وثقافة وغيره، التخصصية يعني في هذا المجال إلى أي درجة هو مهم أخي إبراهيم؟ أختي سهى، في المجلة أول أعرف في مجلة عالم الهجن هي طبعا أول مجلة عمانية متخصصة في تراث الهجن وثقافة الهجن أيضا حول السلطنة. التخصص أنها تكون تركز على الهجن، نحن في نوعنا في المجلة عالم الهجن عالم كبير، عالم عميق، عالم يعني نحن ما نقول إنه ظلمة إعلامية لكن يحتاج أن نركز عليه لنبرز الجميع. في المجلة نحن بنركز على عالم الهجن والسياسة، عالم الهجن والاقتصاد، عالم الهجن والطب، عالم الهجن والدراما، عالم الهجن يعني كثير أشياء كثيرة. طبعا المجلة ستكون تعمل دراسات حول في المشاكل أو الأشياء العوائق التي التحديات التي تعيق يعني العالم الهجن ما يوصل للمتابع يعني بشكل سلس. المجلة طبعا يعني نوعدكم بالجديد والشيء مميز فيها، بس ما بحرق المفاجأة، نقول إن شاء الله ندشين اليوم وإن شاء الله أن يعني نلقى صدى وأنكم يضوع الجهد هباء إن شاء الله. نعم بإذن الله تعالى، جهود مكللة بالنجاح. هل ستكون مجلة شهرية؟ المجلة ستكون في البداية إن شاء الله ربع سنوية. ربع سنوية كخطة أولى، خطة أولية، وإن شاء الله في خطة أن نكون شهرية إن شاء الله. إن شاء الله، لأن اللي يشوف المجلة يشوفها أنها حتى يمكن لو سنوية هي تغطي، يعني المجلة تكون مجلد مرجع. إن شاء الله نتمنى تكون هي رافد في المكتب العربي فيما يخص الهجن. طيب يعني المادة جدا متخصصة أخ إبراهيم. بالنسبة لمن يعني يعمل في هذه المادة أو في هذا المجال، هل واجهتم تحديات مثلا أن تكون هذه صحافة متخصصة يعني في الهجن؟ طبعا طبعا طبعا، بس نحن اللي ساعدنا واللي سهل تحديات كبيرة اللي ساعدنا نحن من أبناء يعني البيئة، استفدنا من طلاب جامعيين متحمسين بالإضافة لأنهم متخصصين في هذه الرياضات، ذهبنا للميادين، عشنا أيام وليالي، يعني نحن نقول يعني ما نزكي أنفسنا، يعني نقول لك هي تحدي كبير وتحدي صعب، ونعذر أي شيء يعني أي جهة إعلامية ما ركزت لأن هذا يحتاج صبر. يعني احنا يعني عادة يكون التركيز كمادة مشاهدة، يعني نشوف سباقات الهجن تحديدا يعني تركيز عالي عليها، لكن فيما يتعلق بكل المواد اللي تتكلم عنها ربما سيكون تطرق جديد أستاذ إبراهيم. جديد ويعني تخيلي انت هذا يعني المزاينة الهجن يمكن معروف عنهم تقتنيها يمكن حليب الإبل. نعم. او ان الناس تعرف عن الهجن العرضة او الريس في محالبة في مزاينة، عالم كبير عروض. بالإضافة لذلك الطب يعني نحن ركزنا على اللي يعني هجن يعني طيب. كل ما يتعلق بالهجن بالإضافة إلى شيء نحن بحدثك عنه أختيها، المجلة ستكون فيها شيء جديد وتوقع يمكن أول مجلة عربية تغطي نظام يعني القارئ الذكي.
يعني موجود في المجلة، يعني مثل هي مجلة طبعا مطبوعة، بس يمكن القاري أن ينزل نظام يعني سمارت أبليكيشن من تطبيق خاص، التطبيقات الخاصة يعني مثل لقامة مثل شخصية العدد أو رئيس الفخري سيد أسعد بن طارق، صاحب السمو السيد أسعد بن طارق، يمكن يسمعها صوتيا أو يشاهدها عن طريق القاري الذكي، يشاهد يعني يسمع بالإضافة للقراءة. يعني في لها تطبيق خاص، فيها تطبيق خاص ممكن يحمل المستمع التطبيق. نعم، وفي جديد وهذا الشيء حديث موجود في المجلة، يعني فيها بعض الأمور من أفضل التوقيتات لأصحاب الهجن، بالإضافة لأنك تقرأ بإمكانك أنك تشاهد وتسمع. جميل جميل، دخلنا تقنية حديثة جدا في المجلة، بالإضافة إلى الشكل، المادة، بالإضافة أشياء كثيرة جديدة، يعني نطمنكم أن هذه من بيئة محلية، عمانيين صحفيين، أشياء جديدة فيها. أترك المفاجأة إن شاء الله. طبعا بإذن الله تعالى نحن نتمنى لكم أيضا كل اليوم التوفيق في تدشين مجلة عالم الهجن، أول مجلة عمانية متخصصة في تراث وثقافة الهجن. الافتتاح أو التدشين تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد الموقر طبعا اليوم في تمام العاشرة، تصور بإذن الله الثامنة مساء. كل التوفيق إن شاء الله لكم أستاذ إبراهيم. أستاذ سهى، أطمن المستمعين أن إن شاء الله المجلة ستتواجد من في أي مكان تجب أن تتواجد فيه، إن شاء الله ستكون في متناول الجميع، ستكون سهلة التواجد، وإن شاء الله أن ننتظر ردة الفعل من الجميع، وإن شاء الله مستعدين لتطوير المجلة لخدمة الجميع، وعندنا هدف إن شاء الله نكون نحمل رسالة لجميع المتلقين من أصحاب الهجن منهم وإليهم إن شاء الله. إن شاء الله، وإحنا نقول إن شاء الله كل جهودكم هذه تكلل بالنجاح، هذه الجهود الشبابية العمانية الأصيلة إن شاء الله يا رب كلها تكلل بالنجاح بإذن الله تعالى. أنت مدعوة إن شاء الله. أنت إن شاء الله الدعوة إن شاء الله. نتمنى إذاعة الشباب موجودة هناك اليوم إن شاء الله. إن شاء الله الإذاعة كلها موجودة معكم بإذن الله تعالى. بارك الله. شكرا جزيلا، شكرا شكرا لرئيس تحرير مجلة عالم الهجن الأستاذ إبراهيم بن سليم الجنيبي.